أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد وعلى أصحابنا أجمعين وعلى العاملين وعلى العاملين الصالحين. وبعد كان الكلام في كتاب المكاتب في بحث المكاتب المحرمة، قد وصل إلى ما ذكره المصنف في قوله والخنزير والخنزير والكلب الجريان مطلقا الا عن تفسير الشارح الا كلب الصيد والماسيح والزرع والحائط كلب الثاني والدرو القابل للتعليم والى اخر ما اشرح. وكان الحديث في هذه الامور فيما تقدم في الدرس الماضي، قد وقع الكلام في العبارة التي أشار إليها الشارح وهي قوله وقيل بالمنع مطلقا. هذه عبارة وقيل بالمنع مطلقا، لأنه البعض ربما يفهم منها على أن هذا الكلام يريد أن يشار فيه إلى قضية خاصة بالإطلاق الخاص في هذا المقام، وكأنه هذا الإطلاق فعلا هو إطلاق خاص بهذا الكلام. يعني هناك جواز مطلق وهناك منع مطلق. حتى المنع المطلق هنا قد يكون كما هو يعني واضح من خلال المقابلة أن هناك قول بالجواز مطلقا وهناك قول بالمنع مطلقا. فالجواز فالجواز والمنع كلاهما منصب على أمر واحد، باعتبار أن يعني الكلام في خارج هذا الإطار، يعني في خارج هذا الأمر الواحد، يعني في خارج هذا الفرض الذي هو فرض الروثي والبولي من الحيوان المأكول اللحم، فإن الكلام فيه كلام واحد وليس فيه ماذا، ليس فيه تفصيل. ولذلك كان الحديث هنا في وجود منع في خلال جواز، والجواز هنا جواز يعني جواز مطلق في خلاله منع مطلق. هنا قد يقال كما يعني للتفسير قد يقال أنه إذا كان الجواز هنا يعني الجواز هنا في هذه الفرض، يعني في فرض أن يكون الروث والبول من الحيوان مأخوذ له، إذا كان الجواز مطلقا فإن المنع إذا كان مطلقا أيضا يكون ماذا، يكون بنفس المقدار، حتى أعبر عنه بنفس التعبير. يعني هذا التعبير بالإطلاق، هذا التعبير إذا أخذ منه شيء فكأنه ماذا، فإنه تعبير قد جرد من معناه، فكأن الإطلاق فيه ليس إطلاقا حقيقيا، إنما هو إطلاق ماذا، إنما هو إطلاق صوري ليس يعني إطلاقا حقيقيا. أما الإطلاق الذي قابله والذي هو يخص قضية الجواز فهذا الإطلاق كان إطلاقا حقيقيا، لأن الجواز لم يفرق فيه بين روث وروث وبين أو بين بول وبول. وأما بالنسبة إلى المال فكأنه في يعني في هذا القول، وكأنه في هذا القول أن هذا الإطلاق صورة إطلاق لا أنه إطلاق حقيقي. والكلام الدقيق الذي يمكن أن يصح إن توقفنا عند هذه النقطة بالذات، عند هذه النقطة التي هي نقطة التأمل في هذه العبارة، يمكن أن يقال أن الإطلاق هنا يؤخذ منه أن لا خصوصية أحد من الطرفين، يعني لا خصوصية لروث لا لخصوصية لبول، نحن نتحدث عن الروث والبول مطلقا. ولكن هذا الإطلاق هو ماذا، هو إطلاق فيه استثناء، وعندما جاء هذا الاستثناء جاء من أجل ماذا، جاء من أجل بيان أن هذا الإطلاق له حدود. فعندما يلحظ الدليل الذي جاء بالمنع، يعني عندما يلحظ الدليل الذي ورد بالمنع يلحظ على أنه دليل مطلق، ولكن مع هذا توجد هناك نصوص يمكن الاستفادة التخصيص منها، يمكن استفادة الاستثناء منها أو التقييد كما هو باعتبار هنا من دليل الإطلاق، ويمكن تمشية هذه القضية يعني من هذه الجهة. أو كما قال بعضهم أن القضية هنا ليست قضية أدلة بل هي قضية قول، يعني هذا الكلام
ليس هو المقصود منه ماذا؟ ليس المقصود منه هو ماذا؟ هو الأدلة. حتى يمكن أن نقول مثلا هناك دليل بالجواز مطلقا وهناك دليل بالمنع مطلقا، وإنما هناك قول ينسب إلى بعض القائلين، وهذا القول مفاده أن المنع أيضا منع مقابل الجواز، ولكن غاية ما فيه أن هذا المنع لم يستطع غض النظر عن وجود نصوص يمكن استفادة الاستثناء منها، ولكن هذا الاستثناء ليس يعني ليس قصة كبيرة، وإنما هو بخصوص ماذا؟ بخصوص الإبل. ولذلك جاء هذا القول، وهو أنه المنع كان مطلقا يعني دون تفريق بين شيء، ولكن بين حيوان وحيوان، بين روث وروث، أو بين بول وبول، ولكن غاية ما في أن هناك أحد المصادر أحد الأفراد، هذا جاء فيه أدلة خاصة أخرجته من القضية، وهذا الإخراج وهذا الاستثناء كان ماذا؟ كان حاكما حتى على هذا القول. فهذا القول كأنه ماذا؟ كأنه مطلق لولا هذا الاستثناء. فالتعبير عنهم الإطلاق هنا قد يقال فيه أنه ربما يكون ماذا؟ ربما ليس فيه ماذا؟ ليس فيه يعني دقة علمية، ولكن على كل حال هو يعني كأنه قول شامل إلا هذا الفرق، فيعني كأنه هو الحصة الأكبر وعبر بهذا التعبير. حتى لعله المناقشة فيه تأتي ليس فقط من ناحية التعبير، بل من ناحية ثبوته أصلا، يعني هو هذا القول يجب أن يثبت على يعني على 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 يعني على مسلك التحقيق، أنه فعلا يوجد من يقول بوجود منع مطلق حتى بالنسبة إلى هذه الحصة من الغوث والبول أو لا، لأن الكلام في ثبوته، لأن القضية ليست قضية ادعاء فقط، لأن المصنف يعني لأن الشارح هنا عندما أشار إلى هذا القول فكأنه أشار إليه على أنه أصل مسلم، كأنه يوجد عندنا قولان في القضية، قول مجوز يعني بصورة مطلقة، وقول مانع بصورة مطلقة باستثناء ما لا باستثناء بول الإبل. وهذا كلام يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دقة في النسبة، باعتبار أن النسبة أحد الأمور التي يعتمد عليها الإنسان عندما ينظر إلى الأقوال المذكورة في المباحث الفقهية. الكلام فعلا الآن في بحث جديد خاص بموضوع جديد للتجارة والتكسب، وهو الخنزير والكلب، وهما من الأعيان النجسة كما هو معلوم، وهذه هي الأعيان النجسة التي يعني من الحيوانات، هذه أعيان النجسة من الحيوانات. طبعا هذا لا عفوا يمكن حمله على المأكول، نعم يمكن حمله على المأكول، نعم ممكن حمله على المأكول فقط، باعتبار أن الكلام في غير المأكول يعني كأنه تحصيل حاصل، فكأن هذا الذي يقول بأن المنع مطلقاً هو قائل بالمنع بالجميع، ولكن غاية ما فيه ذاك يعني الكلام السابق ذاك كلام تمت يعني القضية والاتفاق عليه، وهذا كلام جديد، أنه هذا الكلام فيه كلام، يعني هذا الحديث عن الروث والبول بالنسبة إلى الحيوان مأكول اللحم فيه كلام يعني مخالف، أما ذاك ليس فيه كلام مخالف، فكأن هذا الذي يقول بالمنع مطلقا قائل بالمنع بالجميع، ولكنه استثنى من جميع الحيوانات مأكولة وغير مأكولة البول الخاص بالإبل، فكأنه عبارة يعني لا نحتاج إلى تعميمها إلى خارج المأكول اللحم، لأن المأكول يعني غير مأكول اللحم هذا ثابت ليس فيه مثلا حاجة إلى إثباته يعني من خلال هذا الرأي، ولكن نتيجة هذا الرأي الذي هو يقول بالمنع حتى في المأكول اللحم يعني في روثه وبوله، هذا يكون مفاده ماذا؟ يكون مفاده أن المنع ليس مختصا بحيوان دون حيوان، بل هو يعم جميع الحيوانات مأكولة وغير مأكولة، غاية ما فيها أن غير المأكول لا خلاف في ثبوت الحرمة بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى مأكول اللحم فهو رأي خاص بمن ذهب هذا المذهب الذي هو كما يعني ورد في بعض الكلمات أنه هو نسب إلى يعني إلى إلى يعني إلى الديلمي وإلى الشيخ المفيد.
ولكنهم مع ذلك استثنوا هذا الفرد. هذا الفرد لن يستطيعوا غض النظر عنه لأنه ورد فيه ماذا؟ ورد فيه بعض النصوص. والحديث الآن حول موضوعين جديدين من موضوع التكسب وهما الكلب والخنزير. وقلنا بأن عنوان الكلب والخنزير إنما يذكر باعتبار ماذا؟ نجاسة الذات. وعندنا أن هذين الحيوانين هما من الأعيان النجسة أو الحيوانات ذات النجاسة يعني الذاتية. وهذه الحيوانات بهذا اللحاظ بلحاظ كونها نجسة العين كما يعبر عنها يعني الكلب والخنزير تلحظ من جهة ماذا؟ من جهة أن للحيوان صنفان أو قسمان. أحدهما هذا الحيوان المعروف بالثوب الخنزير البري وذاك الحيوان المعروف بما يقابله الذي هو يعبر عنه بالخنزير البحري. وهناك أيضا في الكلب الكلام نفس الكلام، هناك كلب بري وهناك كلب بحري. والحديث هنا ليس مطلقا حول ماذا؟ حول الكلب وحول الخنزير، بل الحديث يخص أحد هذين النوعين وهو ما يعني وهو نوع الخنزير البري ونوع الخنزير أو الكلب البري. أما بالنسبة إلى الخنزير البحري أو الكلب البحري فهذان وإن لم يكونا يعني وإن لم يكونا من مأكول اللحم ولكنهما ليسا ماذا؟ ليسا من الحيوانات نجسة العين كما هو معلوم. هنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأمر في هذين الحيوانين ليس الحال فيه كغيره من بقية الحيوانات. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى بقية الحيوانات سنجد أن بعض الحيوانات قد تعرض عليها النجاسة فتستحق وصف النجاسة، وهذا الاستحقاق لوصف النجاسة وإن عرض عليه سواء عرض مثلا بالموت سواء عرض بأمر آخر مثلا مسبب للنجاسة، هذا الحيوان من حيث التكوين له أجزاء تحلها الحياة وله أجزاء لا تحلها الحياة. فإذا كان الحيوان قد أصبح مثلا ميتتان وكان أصله طاهر الذات فإن المنع عن الاتجار به والاكتساب لا يخص جميع الأجزاء، إنما يخص الأجزاء ذات الحياة التي هي شحمه ولحمه وغير ذلك من الأجزاء التي توصف ماذا؟ توصف بأنها مما تحلها الحياة. وأما بقية الأجزاء كقرنه وصوفه وهكذا بقية الأجزاء التي لا يمكن إطلاق الحياة أو إطلاق الحي عليها حتى في حالة حياة الحيوان، هذه الأجزاء لا مانع من الاتجار بها. طبعا بالنسبة إلى هذين الحيوانين الأمر مختلف، فهل الكلام بالنسبة إليه كالكلام بالنسبة إلى الميتات؟ نقول كلا. لماذا ليس الأمر كذلك؟ أولا لأن نجاسة الميتة نجاسة ماذا؟ نجاسة عرضية وهذا نجاسته ذاتية، وهذا لا نريد أن نجعله دليلا في المقام، لا نريد أن نقول بأنه ما دام قد ورد في النص أن الخنزير والكلب لهما أجزاء، هذه الأجزاء لا فرق بين جزء وجزء، يعني لا تفرق أيها المكلف بين جزء الكلب الحي الذي كانت له حياة في حال حياته وبين جزءه الذي لم تكن ماذا له حياته، بل المنع ورد عن أجزاء الحيوان الذي هو الكلب أو الحيوان الذي هو الخنزير نجس العين بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن هذه الخصوصية، وهي خصوصية ماذا؟ وهي خصوصية كون هذا الجزء قد كان حيا أو كان ماذا؟ أو كان يعني ليس من الأجزاء الحية، بل كان ماذا؟ بل كان يعني خارجا عن هذا العنوان. وبالتالي يبدو أن حكم الكلب والخنزير حكم ماذا؟ حكم خاص. ففي الوقت الذي يكون المقصود منهما خصوص البري منهما
فهو يعني فهذا المقصود يعني هذا الحيوان الكلب البري، هذا الحيوان الخنزير البري لا يفرق بين أجزائه سواء كانت مما تحلها الحياة أو مما لا تحلها الحياة. وبالتالي يمكن لنا أن نقول أن الخنزير والكلب لا يمكن أن يكون موضوعا للتجارة مطلقا، يعني لا داعي للتفصيل، كل ما يرتبط به لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله يعني موضوعا للتكفل. هنا عندما جاء إلى هذه القضية وجد المصنف أن هذه القضية وهي قضية الكلب والخنزير ربما يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها تفصيل في أحد هذين الحيوانين وهو الكلب بالخصوص. أما بالنسبة إلى الخنزير فالخنزير مطلقا ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ لا تجوز التجارة به مهما كان مهما كان حاله. أما بالنسبة إلى الكلب فقد ورد في بعض الروايات أن هناك أنواعا أو أقساما من الكلاب يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون موضوعا للتكفي. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكره المصنف بقوله إلا كلب الصيد، إلا كلب الماشية، إلا كلب الزرع، إلا كلب الحائط. حتى كلب الصيد الكلب الذي يعلمه الإنسان من أجل الصيد، كلب الماشية الكلب الذي يكون ماذا؟ يكون مع الماشية يعني يكون مع غنم الإنسان وماعزه وغير ذلك من الحيوانات. أما كلب الزرع فهو الكلب الذي يكون ماذا؟ حارسا على الزرع اللي هو هذا الحشيش وما أغلبه. كلب الحائط يعني الكلب الذي يجعله الإنسان على بستانه. هذه كلها هذه الأنواع كلها قد ورد ماذا؟ قد ورد فيها استثناء. فعندما يسأل الإمام المعصوم مثلا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ماذا يقول عنه؟ يقول عنه بأنه ماذا؟ بأنه مال حرام، أو عبر عنه ماذا؟ أو عبر عنه بأنه سحت. أما الكلب الذي يكون كلب صيدين فقد يقول مثلا الإمام بأنه فلا بأس بأن يكون ماذا؟ الكلب الذي يعني يتاجر به وكلب صيد. فإذا الكلب الذي حرم أن يكون موضوعا للتكسب في التجارة هو الكلب الذي لا يكون كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب زرع ولا كلب يعني حائط. طبعا الزرع يعني الحشيش يعني طول الحنطة والشعير هذا عبر عنه بالزرع، والحائط الذي يكون بستان يعني فيه أشجار يعني عامرة أشجار واقفة وفيها بعض المنتوجات. وهناك استثناء آخر وهو ماذا؟ وهو إذا كان هناك كلب صغير يعبر عنه بالجرو، عندما يقال جرون يعني الكلب الصغير. الجرو طبعا الجرو من كل شيء هو يعني الصغير من كل حيوان، ولكن غلب هذا الاسم على خصوص صغير الكلب لكثرة لعله استعماله فيه فغلب عليه. فإذا كان هناك كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع أو كلب حائط فإنه ماذا؟ فإنه يكون مستثنى. وكذلك يستثنى إذا كان هناك حيوان صغير، فهذا الحيوان الصغير يكون ماذا؟ يكون قابلا للتعليم. إذا كان قابلا للتعليم عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يستثنى باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه العملية عملية التعليم ستؤهله إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع أو كلب يعني حائط وما شابه ذلك. حتى بعض من هذه الأمور قد تكون يعني سهلة ولكن من بعض منها قد يكون صعبا، من قبل مثلا كلب الصيد هذا يحتاج إلى تعليم بدرجة أكبر. نعم كلب الماشية قد يكون بحاجة إلى تعليم بدرجة أقل، وهكذا بالنسبة للبقية. بقية الأعمال اللي هي الزرع والحائط ليس فيها إلا ماذا؟ إلا هو إلا كونه ماذا؟ إلا كونه كلب حراسة. وبالتالي يمكن ماذا؟ يمكن لنا أن نقول بأن الكلب لا يمكن تحريم الاتجار به مطلقا،
ما لم يكن قد فقد جميع هذه العناوين الأرباح، بالإضافة إلى كونه ليس جرا، يعني ليس حيوانا صغيرا، ليس كلبا صغيرا يقال عليه جار، أو كان جرا ولكنه لم يكن ماذا؟ لم يكن قابلا للتعليم، لأنه الجار عادة يكون ماذا؟ قابلا للتعليم. حتى قد يكون، حتى لعله فرض أنه قد يكون هناك جرا غير قابل للتعليم، فأن يكون جرا مثلا وحشيا أو ما شابه. فإذا كان الجر، ولكن الغالب أن تكون هذه الجراء قابلة للتعليم، فإذا كان الكلب، يعني الكلب الذي يوجد مع الإنسان المكلف جرا قابلا للتعليم، أو كان أحد تلك الأنواع الأربع المشار إليها والواردة في النصوص، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا مما يستثنى من حرمة الاستثناء. تفضل. ما سمعت معنى شنو؟ عفوا الصوت ترى مو واضح. نعم تقصد على المطلق. مطلقا هنا إشارة إلى قضية التفصيل، لأنه هنا عندنا عندما جاء التحريم عن بعض القضايا، أنا أشرت في النقطة الثانية أن التحريم عندما جاء إلى بعض الأشياء جاء التحريم محدد أننا نحرم العنوان، ولكن في تفصيل العنوان هناك كلام. مثلا عندما نحرم مثلا بعض الأمور ماذا كان يقال؟ مثلا الميتة، وماذا يحرم منها؟ يحرم منها كذا، لم يكن العنوان عنوانا عاما، بل كان من الأمور التي تستثنى من الميتة خصوصا يعني الأجزاء التي لم تكن حالة فيها الحياة قبل موت هذا الحيوان. فعندما يقال الخنزير والكلب البريان مطلقا، يعني الكلام فيه ليس كالكلام في الميتة. الميتة هناك تستثنى الأجزاء التي لا تكون قد حلت الحياة حالة، يعني قد كانت حالة فيها الحياة حال حياة الحيوان. أما بالنسبة إلى الكلب والخنزير، فإن الكلب والخنزير عندما يكونان بريين لا فرق في أجزائهما، سواء كان الجزء مما تحله الحياة أو كان مما لا تحله الحياة. كل جزء من أجزاء الكلب والخنزير الذي هو يعني بري، يعني البريان، كل جزء منهما يكون ماذا؟ يكون يعني محرما الاكتساب به. فهذه مطلقا في قدر ماذا؟ في قدر التفصيل الذي يذكر عندما تذكر الميتة، ويقال إنما يحرم الاتجار بأجزاء الميتة بأجزائها التي كانت تحلها الحياة. هنا لا، ليس الأمر كذلك، بل هو أمر ماذا؟ بل هو أمر مطلق. واضح؟ ومن هنا يمكن لنا أن نأتي إلى الفرض الذي أشار إليه الشارع، لأنه هنا قد يقال أنه في بعض الأحيان الإنسان قد يكون صاحب زرع، أو صاحب بستان، أو صاحب حائط كما أشار، أو صاحب ماشية، أو صائد يعني صياد كما يقال. فإذا كانت القضية هكذا وفقد الإنسان مثل هذا الأمر، أسأل عنه مثلا لم يبقى صائدا صيادا أو لا، أو باع تلك الماشية، أو حصد ذلك الزرع، الحنطة حصدت، جاء وقت الحصاد وحصدت، وكان هو ماذا؟ وكان هو من زرع مثلا في ملك غيره وانتهى أمره، ليس عنده ماذا؟ ليس عنده علاقة بهذه الأرض. أو لا، استغل الحائط، يعني لماذا يأتي الإنسان بالكلب؟ من أجل ماذا؟ حفظ تلك الغلة، يعني حفظ تلك النكاز وتلك الأثمار التي تأتي من خلال ماذا؟ التي تأتي من خلال تلك الأشجار. عندنا هل يحرم علينا اقتناء تلك الحيوانات أو بقاء اقتنائها؟ حتى لعله هنا فرضان، يمكن لنا أن نقول أنه الإنسان الذي له حيوان يمكن أن يكون معنونا بأحد هذه العناوين الأربع، هذا الإنسان ملكيته لهذا الحيوان ليست في هذا الاسم، لكن
لو فرض أنه صاحب الماشية ذهبت ماشيته بيعت وخرجت عن ملكه، صاحب الزرع حصد درعه وانتهى أمره وانتهى الموضوع، صاحب الحائط استغلت غلته وانتهى الموضوع كما يقال، فهل يجوز للإنسان إذا كان كذلك برجاء أن يأتي بماشية جديدة أو أن يزرع حنطة وشعيرا جديدا أو ذرة جديدة أو برجاء أن تنتج هذه الأشجار ثمرا جديدا، هل يمكن للإنسان أن يتخذ كلبا من أجل غاية من تلك الغايات برجاء أن يحصل موضوع ذلك الأمر وهو ماذا؟ وهو الماشية وهو الزرع وهو الغلة كما هو كما معلوم؟ يقول الشارح الأمر ليس فيه بأس. لماذا؟ يقول لأنه نحن لا نمنع من مثل هذا الأمر، لأنه إذا كان الهدف من اقتناء هذا الحيوان هو ماذا؟ هو أنه من أجل هذه الغاية قد اقتني، فعند ذاك هذه الغاية سبب ماذا؟ لهذا التمدد، سبب لهذا الافتتاح، فعند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن لنا أن نقول أن مثل هذا الأمر لا مانع منه، كما لو كان الإنسان يقتني جروا ليعلمه وقد وهو في يعني في ذهنه أنه يقتني ماشية في القريب مثلا أو في مدة قريبة وهو يعلمه الآن وهكذا. وكذلك لو كان الإنسان يعني يزرع شيئا جديدا، يعني أنه يحصل على زرع جديد وهو يريد أن يقتني الحيوان من أجل هذه الغاية، لكن الأمر يجب أن يكون مقننا. كيف يمكن يعني يجب أن يكون مقننا؟ يجب أن يكون مقننا بأن هذه الحيوانات بقاء الحكم عليها من بقاء ماذا؟ من بقاء تلبسها بمثل هذه الأعمال. فإن الكلب إذا كان له عمل وهو الصيد أو عمل وهو حراسة الماشية أو عمل وهو حراسة الزرع أو عمل وهو حراسة البستان أو الحائط، فإنه إذا ابتعد عن مثل هذا الأمر ماذا سيحصل له؟ سيحصل له ماذا؟ سيحصل له حالة يعبر عنها بالهراش. الهراش يعني يصبح الحيوان بعد فترة حيوانا أقرب إلى التوحش. منه ماذا؟ منه إلى الألفة، لأن الحيوان الذي يكون خاصا بالزرع أو بالماشية أو مثلا بالحائط، هذا حيوان يكون ماذا؟ هذا حيوان يكون مجرد منبه، مجرد حارس، ليس حيوانا من أجل القتال. نعم هو يمكن أن يقوم بالقتال، ولكنه إذا ابتعد عن مثل هذه الأعمال فترة طويلة ولم يكن بإمكان العرف أن يعده كلب ماشية أو كلب زرع أو كلب حائط، فعند ذلك لا يمكن لنا ماذا؟ لا يمكن لنا أن نقول بجواز بقاء يعني بجواز إبقاء في هذا الكلب. لماذا؟ لأنه نحن عندما يعني عندما نقول بأنه هذا الشخص يريد أن يقتني حيوانا وهو ليس عنده ماشية في هذا الوقت، أو يريد أن يقتني حيوانا وهو يريد أن يزرع زرعا، أو يريد أن يقتني حيوانا ويريد أن ينتظر مثلا أن يضمن أو يأخذ تعهد مثلا بضمان مثلا ثمر زرع مثلا أو حائط من الـ من الـ من الـ من البساتين من البساتين، فعندنا إذا كانت المدة التي يحتاجها الإنسان لبلوغ هذه الغاية، يعني غاية أن يكون صاحب ماشية، غاية أن يكون صاحب زرع، غاية أن يكون صاحب بستان، إذا كانت هذه المدة لا يمكن معها عد مثل هذا الكلب من يعني من أحد هذه الأمور، أو لا على أقل تقدير لا يمكن وصفه إلا بكونه ماذا؟ إلا بكونه كلب هراسي،
كلب الهراس يعني الكلب الذي يقاتل والذي مثلا يعض يعني هذا الغريب وما ترى هذا يعض عنه ماذا بكلب الهراس والله هذا بكلب الهراس هذه هذا الكلب اذا اصبح مثلا يعني من هذه يعني اصبح ماذا اصبح كلبا وحشيا فالهراس هذا نوع من يعني اقول هذا نوع من التحرش الهراس نوع من التحرش الكلاب مع بعضها عندما يتحرش بعضها ببعض يصبح ماذا يصبح بينها هراسا هذا الهراس هو نوع من انواع الخصام والقتال فيما بينها اذا خرج الكلب عن كونه معلونا باحد العناوين بسبب طول هذه المده التي يريد الانسان خلالها ان يصبح من اصحاب تلك الاعمال التي تؤهله لان يصبح مثلا صاحب زرع او صاحب مثلا ماشيه او صاحب بستان فعند ذلك لا يمكن لنا ماذا لا يمكن لنا ان نقبل باقتناء مثل هذا الكلب لاننا سنقول له انت ستقتني كلبا يكون ماذا كلب حراس كلب قتال وهذا لا يمكن ماذا لا يمكن قبوله لماذا لان الادله التي استثنت حرمة التجارة بالحرمة التجارة بالكلب ماذا قالت؟ قالت لأنكم يمكن لكم أن يعني أن تستثنوا من حرمة الاكتساب بالكلب بعض الأنواع ولكن ليس من ضمنها أن يكون ماذا؟ أن يكون كلب هراس فعند ذلك يمكن ماذا يمكن لنا أن نقول أن مثل هذا الاقتناء اقتناء محلل ولكنه محلل بشروط فإن كانت هذه الشروط متحققة يعني يمكن أن تتحقق فعند ذلك يمكن ماذا يمكن لنا أن نقبل بمثل هذا الاقتناء ولا يكون هذا الاقتناء محرما وأما إذا كان الأمر لا ليس كذلك بل كان هذا الاقتناء برجاء أن يكون الإنسان فيما بعد مثلا صاحب ماشية أو صاحب غلة أو صاحب مثلا زرع ولكن الزمن الذي يحتاجه للوصول إلى هذه الغاية زمن طويل لو بقي هذا الحيوان هذه الفترة التي يتوقع فيها حصول هذا الأمر فإنه سيخرج ماذا؟ سيخرج من يعني من هذا الأمر الذي يتوقع له أن يعني أن يتصل به إلى وصف آخر جديد هذا الوصف الآخر يرجعه ماذا؟ يرجعه إلى موضوع النهي الذي هو ماذا؟ الذي هو متعلق بالحرمة النهي الذي هو نهي الإلزامي وبالتالي المصنف أو الشارع يقول أنه نحن عندما نتحدث عن حرمة أو عن الاستثناء من الحرمة لا نريد من ذلك الفعلية لا نريد الفعلية بل نريد أنه من حق الإنسان إذا كان صاحب وصف من هذه الأوصاف الأربع أن يتخذ حيوانا موصوفا بأحد هذه الأعمال هذا أولا وثانيا نجيز للإنسان إذا كان ماذا إذا كان عنده جرو قابل للتعليم لأن يكون واحدا من هذه بل ليس هذا فقط لو كان عند الإنسان رغبة في أن يكون موصوفا بوصف من هذه الأوصاف الثلاث وهو أن يكون صاحب ماشية أو يكون صاحب زرع أو يكون صاحب بستانين ولكنه الآن ليس عنده بستان ولا زرع ولا ما فيه لا نقول لهذا يمكنك أن تقتني مثل هذا الحيوان ولكن بشرط أن لا يكون الزمان الذي تحتاجه للاتصاف بوصف كونك صاحب ماشية أو صاحب زرع أو صاحب بستان طويلا بحيث يخرج هذا الحيوان عن كونه حيوانا أليفا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه حيوانا متوحشا يعني صاحب هراس او يعني كلب هراس كما يعبر بعض النصوص هذا تمام الكلام في هذا الامر نقرا حتى نلاحظ ماذا يعني فاتنا من يعني من التفصيل قال المصنف والخنزير والكلب البريان هذا وصف حتى يخرج فيه ماذا حتى يخرج به ماذا الخنزير والكلب البحريان مطلقا في قدار ماذا؟ في قدار التفصيل الذي ذكر في الميتة الذي فرق بين الأجزاء التي تكون مما تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة وقلنا سابقا حتى في كتاب الطهارة أن هذا أمر ماذا؟ النجاسة ثابتة للجميع يعني لكل أجزاء هذين الحيوانين لأنهما نجس يعني لأنهما يعني نجساء العين
قال إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. قال لأنه ورد في النصوص أنه يستثنى من حرمة الاكتتاب بالكلب ما يكون كلب صيد أو صيد كلب ماشية أو زرع أو حائط. نعم. لا لا لا، هذا استعداد أنه وارد، وارد هكذا، وارد هذه الأمور التي هي تذكر مثلا هذه الأمور وارد، يعني هذا يعني كما يقال هذه الأمور التي يعني وردت في النصوص، فيعني الحاصل فيها يمكن، يعني يمكن الحاصل فيها، وإن كان البعض قد يعني يعني قد ينوع هذا الحاصل، يعني ينوع هذه العناوين، لأن البعض قد يعني قد يجعل من هذه العناوين قابلة للتطوير أكثر، يعني ويضيف إلى مثلا كلب الحراسة، مثلا يمكن أن يضيف إلى كلب الحراسة، ولكن على كل حال هذه الظاهر بحسب التفصيل مثل ما تفضلت، يعني هذا من قبيل الذكر الذي ورد في النصوص، فلذلك هذا الذكر هو ذكر لبيان هذه الأفراد. نعم، حتى بيان هذه الأفراد هذا يعني وقوف عنده حصر، فهذا قد يقال فيه، قد يقال هذا الكلام، لكن لا نستطيع الجزم، يعني لا نستطيع الجزم بأنه هو يريد أن يذكر هذه لأنها مذكورة وهي محصورة. نعم، نقدر نقول أنها فيها حق لأن الذكر موجود بهذه العناوين الأربع، ولكن غاية ما يمكن القول أنه يمكن لأحد أن يعنون هذه، يعني يعنون هذه الأشياء، يعني يعنون هذه الأعمال بعناوين أخرى غير هذه الأعمال نفسها، لأن هذه الأعمال كأن الكلب يقوم فيها بعمل يعني مشترك، وهذا العمل المشترك يعني في ثلاثة منها على أقل تقدير، وهو مثلا في الحاشية في الماشية وفي الزرع وفي الحائط، هو ماذا؟ هو عمل الحارس مثلا. فإذا كان الأمر كذلك يمكن للإنسان أن يقول مثلا بأنه الحراسة نوع يعني يجمع بين هذه الأمور، لكن على كل حال لم يرد في يعني في هذا العنوان بنفسه، يعني بذاته، فلذلك لم يرد في كلام يعني لم يرد في كلام المصنف. قال كالبستان، حتى هذا كالبستان يبين انه ترى يعني الامور اللي هي يعني يعبر عنها بالحائط، الحائط هو البستان يعني المكان الذي تكون فيه اشجار يعني معمره، او الاشجار يعني عامره دون الزرع الذي هو يحصد، يعني اللي هو مثل الحنطه والشعير والذره، هذا يعبر عنه بالزرع. قال والجو القابل للتعليم، يعني الحيوان الذي يكون صغيرا ويمكن ان يعلم، لان هذا ممكن ان يعلم، ليس فيه مشكله، لان الخوف من ان يكون هذا الحيوان مثلا مسببا للاذى او اتابع، ولكن اذا كان قابلا للتعليم ليست هناك مشكله على اقل تقدير من هذه الجهه. هنا بعد ذلك اشار الى الشيء الدليل، قال ولو خرجت الماشيه عن ملكه او حصد الزرع او استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها. حتى الآن لو كان الإنسان كان له مثل هذه الأوصاف أو له مثل هذه الأعمال، بعد ذلك لو نفرض أنها انتفى الموضوع، وهو أنه لم يبقى عنده مثلا شيء يمكن أن يعني يكون بسببه صاحب ماشية أو صاحب زرع أو صاحب مثلا بستان، عند ذلك هل يمكنه أن يقتني كلبا مثلا، أو يعني أن يقتني كلبا برجاء أن يحصل مثل هذا الأمر؟ يقول الشارع لا مانع من ذلك، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون الزمان ماذا؟ طويلا. قال رجاء لغيرها، يعني رجاء لغير ما فاته، لأنه كان له ماشية وقد بيعه، الآن يمكن له مثلا أن يشتري كلبا ويعني يشتري بعد فترة الماشية، يقول لا مانع من ذلك بالشرط الذي أشرنا إليه، رجاء لغيرها يعني لما فاته من ماشية ومن زرع ومن ماذا ومن بستان ما لم يطل الزمان، لأن الزمان إذا طال قد يكون ماذا؟ قد يتحول هذا الحيوان الذي أصبح أو يعني توقع أن يكون أليفا بسبب هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال أساسا تجعل هذا الحيوان ماذا؟ حيوانا أليفا. ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراس، يعني يلحق، يعني لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا الكلب هو ماذا؟ هو من كلاب مثلا الزرع ومن كلاب الماشي ومن كلاب ماذا؟ البستان، لأنه من طول الفترة يتوحش، وهذه موجود يعني في يعني في يعني في الخارج، هذه الكلاب الآن عندما تترك وحدها في العراء دون أن يقترب منها الإنسان يصبح الاقتراب منها أمرا خطيرا جدا، وكلما كثر اقتراب الإنسان من الكلب صار الكلب ماذا؟ أكثر ألفة، ولذلك
يضربون مثلا المثل الذي يصفونه في البلاغة، يقولون مثلا فلان جبان الكلب يا فلان، هذا يضربونه مثلا في البلاغة، يعني هذا كناية عن أي شيء، في الكناية، في كناية عن أي شيء، عن أي شيء، كناية عن كثرة زوار بيته، لأن الناس كلما زارت ومرت على الكلب كثرة فإن الكلب يكون ماذا؟ يكون جبانا، يعني لا يكون ماذا؟ لا يكون مثلا يعني مخيفا أو ما شابه، فيوصف ماذا؟ فيوصف بال يعني يوصف بالجبن. فهنا هنا إذا ابتعد الكلب عن الألفة والعيش مثلا مع الناس ومع هذه الأعمال، فإنه قد يصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة يعبر عنه بأنه كلب هراكن، لا أنه كلبا من تلك يعني الأنواع التي أشرنا إليها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إن شاء الله يأتي الكلام في قول المصنف وآلات اللهو من الدف والمزمار والقفل وغيرها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.